لا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال بص بقى يا جدعان، احنا جايين في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبرنس عفان، ماشي؟ انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي حسن. حسن اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني ايه؟ اوعى يا عم الحاج، اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى اللون، اصحى اصحى لما نحقق يا عم الحاج. حسنا اقتل. لا حرام اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. النبي ليلتك عسل والله، النبي عسل ان شاء الله. هي 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 ابو خلوب يا جامد انت. هي اتفضل. دي فنون شعبية. ده فنون شعبية. محمود رضا دي. محمود رضا انا هنا معاكو.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف النهارده انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سر لمبي؟ لا. ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكه دخل عليا فرحت ظرف وانا بقى من تحت اللاطو كده وطلعتكم ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان هذا الشخص. لا ده هو لسه بيفرفل لحد الوقت. الدم رفير. واو ما ده. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا. بيه. سلمي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سير لمبي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شطه كده ده بعده قوي. السلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي. بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع. ندمه. رائع سير لمبي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا حرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد؟ هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصوت بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكلت. نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينه نصر. نصر ايه؟ مدينه نصر. مائل. مدينه نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينه نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينه نصر. مدينه نصر. ايوه. وعباس العقاد. حسن لتاخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدان عبدين. ومدان عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا احلى سلامة عبد على طاير هيك. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. اموت انا في القطط الصيامة. هي. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى. اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق. عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي. مش كده ولا ايه؟ سيئة نجوة أوي. حببت انت. عو. ما تدني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا لندي مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟
خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. ما تدايق كده. انا عايزكم تمسكوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات مبدئيات الحلوحو. ونحن ما سنفعل القائد؟ ها؟ ما سنفعل؟ نحن ما سنفعل القائد؟ لا أفلك في حتة بقى. أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أه أخوان. أنتوا أخوان؟ ها؟ إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة؟ مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح واخده بالقلم كده. خلاص خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه؟ التهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي عايزك تيجي كده في وشه كده وكانك بترجع تروح تهفف كده. ها ماشي. وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك وانتوا ضربوا ببعض. بس يلا شغال اعمل حاجة. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا انخلص اسمك فيها جسمي. كده يا كده. اسحن اللون. طلع لسانك كده. عايز رحمة يا ابوك. انا الفارس. نعم. هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه. اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة هجي لك انا. يلا يا ليش تميات. لا على ابوكو. حديك بقى حمدان. اخليك تروح كربان. وهوب فوق. لو ليك الشو. وهوب ايها الفارس. نعم. لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. هريسه. اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب ايها الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا همكك. اقف يلا قول. ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يغرك جسمك. اوعى لغزك. كفى. لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو مولاتي. اكمل.
كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة. 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 إنها فرصتنا إذن. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي، وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. أين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون. أمر اسمك فرودو. بونبون سيما. هريسة والكنز. نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش، وهذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرف عن الكنز. ماذا؟ لم أكن قرة عينك. لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ؟ وأنت مولاي وسيدي، أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه؟ وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، هي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آين يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكر الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء. اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. ما لك بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي.
مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على فايز يا ولادي. شكرا كده. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن yeah. ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لا أصبر، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب أنا. إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير أي هذا أي خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك. أيوة. الخطة التي دبرها معي الأمير. أيوة. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر وان مينيت. يموت أرنوت يموت ليست هي المشكلة، لقد أخذ منا الماني، الكورونا أند هاف كورونا أند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوق هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا ذوق هضبة. ونعم الرأي يا ذوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا ذوق هضبة.
إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ سلم بي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا. هيا. اذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز ماشي. جد هريسة. جدو سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملعون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا بقول فازر دول. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألف سبريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر إذا هاتي انصر. هذه إيه؟ الدبانة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه وماله؟ الذبابة الحمراء. أيوة سر العائلة. أيوة الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة اقترب اكثر. اكثر اقعد في بقك يعني ولا ايه بقى؟ يا للجمال. ايوه يا للحسن. حسن ايوه. يا للروعة. الراجل انا قلقان منه. ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. جدتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي شوليت؟ هي شوليت تبقى كتتي؟ وأنا روميو. روميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين. نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون. وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حولة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده؟ زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة اقترب أكثر. أنا مش هفلقان منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. ايوه عند اخر ممر الزيزفون. اعرفه. عارفه انت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. ايوه هي عارفه مكان السفون. ايوه. هو الموت يقترب. فين بقى؟ هو يقترب اكثر فاكثر. فاكثر ازاي يعني؟ فاكثر ازاي؟ كتي
اوه ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيلة كلها دي بترفع رجليها من الآخر، دي مكان الإعلام. بس أنا عرفت ليه. مفتاح الكنز اهو. مفتاح الكنز؟ هيا هيا تعالي هيا. يلا حطه في جنبي هنا الأول، استنى. هيا يا سلام، المفتاح معنا. ها، هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهنشاه سكند. صمتا صمتا صمتا، كيف تتكرك وتتكدس مع هشام اسكندر بغزل الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اقبضوا علي. مبسوطة؟ مبسوطة يا بنت؟ اتركوني يا أحمق. سيقتلوننا. ست عمري ما أسكت معك في مصر من مشوفتك. ماذا تقول؟ بل أقول بل أفول أعوني بقى بدماغك للشبك للشباب كان للكنافة دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بلا مغوار بلا منبار، اقعدي بقى والمصحف حكيك على وشك والبنية بقى. اجري على الليلة والبنية والمصحف على السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ النوع الليمبي مدرب الكونج فو، هل نسي؟ هي هي انه انقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخرطة بتاعت ارضي يا عم والمصحف. لتنزل لعنتك على كل خائن، ليرعد الرعب، ليبرق البط. أين اللعنة؟ أين اللعنة؟ لقد طلبت أن تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم هارس قال بعد الممر. هيا 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 يا سنوب. باب الكنز، باب الكنز، باب الكنز. يلا انتظر انتظر، الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سنوبي. يلا اني اتيه. يا نهار اسود، سامحيني يا مولاتي هشام. ادخلوني الامير يريد.